بننظر الطاعة كنسيا، فلما بدنا نختار كنسيا بنختار بطركنا حتما. الخيار السياسي بيرجع لحرية الشخص، أنا بختار ميشيل عون. إذا أنت مواطن اليوم بعيدا عن أنك كاهن وخيروك بين أن تختار بين البطريرك الراعي، بختار ميشيل عون. لو أتيح له أن يحكم بشكل أفضل كان نجح جدا، هو المؤهل الوحيد. يمكن اجى متاخر، خليك فايق، يمكن اجى متاخر. بكره اذا بدهم ينتخبوا رئيس جمهوريه مش راح يلاقوا غير ميشيل عون، يمكن يمددوا له. خليك فايق، انا شرطي على الطاوله هون. الوطن مهتري قبل ما وصل ميشيل عون، ميشيل عون استلم وطن مهتري. اللي اغرق لبنان في الفساد هن اللي حكموه مده 40 سنه لليوم، اللي كانوا ارباب التفليسي ما بيقدروا يكونوا ارباب التعويم، وبعدهم هن زيتهم. وقت اللي كانت عم تخرب القصة ما كان موجود. بدأ الفساد مع هذا الطقم الحاكم وما زال. طيب انتوا بتتهموه انه كان مش انا لحظة لا. مين هو هذا المجدوب اللي بيتهموه لك؟ على كل الجنرال عون حتى لو كان نائم بيفعل اكثر من الواعيين كله. من وضع الحجر على رأس لبنان كدولة قائمة من بين هالثلاث؟ حاكم مصرف لبنان. ما اصر الرئيس التجديد. انا كنت عند البطريرك، قال لي طالع عند ميشيل عون، قلت له طالع، قال لي بتطلب منه يبقى مصرف حاكم مصرف لبنان. طلبت منه. شو قال لك؟ قال لي بعد عنده 9 أشهر، بكير بعد. انا برفض كلمة تمادي الصهر. ليه؟ له اسم الزلمة. جبران باسيل اللي قايمين ضده طار، امل ضده، الاشتراكي ضده، كذائب ضده، القوات ضده، المردة ضده، بعد في المستقبل. يمكن الحزب من تحت الطاولة كمان يمكن ضده. فإذا اجتمعوا كل هاو ضد شخص، أنا مع هذا الشخص. مع الشخص؟ نعم، لأنه سئل أحد حكماء اليونان من قبل مواطن يوناني أثينا، قال له أنا محتار مين بدي اختار لحكم المدينة وما بعرفهم. قال له شوف من يجتمع عليه، السارقون، الناهبون، المجرمون، القتلة، العملاء، وروح معه. أضر جبران بميشيل عون؟ ما بعتقد. ما بتعرف. وليد جنبلاط وقام وهاب. لأنه وليد جنبلاط هجرنا، محلنا ذاكرتنا، خرب لنا بيوتنا وسرقنا. ليش مش أنتوا اللي اعتديتوا؟ نحن ما اعتدينا، نحن قاعدين مواطنين آمنين عايشين نحن وإخواننا الدروز من 1000 سنة. في حياة مشتركة بيننا وبين بني معروف، حياة مشتركة صحيحة. نزعل لأحزانهم ومنفرح لأفراحهم. مين خرب هذه الحياة؟ وليد جنبلاط. وحده؟ شو بعرفني، بس هو واحد. فريق المسيحي ما خرب؟ يمكن، بس هو كان مسؤول. كرجل دين ماروني، من تعتبر أنه أسوأ رئيس ماروني حكم لبنان؟ عهد ميشيل سليمان. من أفضل رئيس ماروني حكم؟ كمين شمعون. 13 تشرين أسقطت لبنان من مستوى الدولة. حرب تموز لم تسقط لبنان من مستوى الدولة، لبل عطيته مناعة. صايرة ضحايا كتير بتأسف عليهم و ولكن حرب العدو دائما يعطي الوطن مناعة. وما زلت ضد الطائف، لأنه بكل جملة مكتوبة بالطائف في فتنة، مشروع فتنة. واليوم مشروع الفتنة طار عم بيطالبوا بتطبيق المادة 95 اللي هي إلغاء الطائفية السياسية، ومنهم الأستاذ نبيه ومنهم ما بعرفش مين غيره إلى آخره. شوي بيقلك الوزارة وزارة المالية للشيعة. يا خي كيف بدك تلغي الطائفية السياسية وبدك تخلي الوزارة للشيعة؟ يا هيك نقي وحدة من الاثنين، ما فيك إجر بالفلاحة وإجر بالبور. مين سمح له يعمل هيك؟ الطائف، مجلس الشيوخ ورئيسه درزي، مش هيك؟ نعم. ليش درزي؟ سني للحكومة، شيعي للمجلس النيابي، درزي لمجلس الشيوخ، 3 رئاسات، والكويت اللي وروهم شو بيشكو؟ مشروع فتنة. ليش عملوا مشروع فتنة؟ لأنه كان الأربيتر برا، الحكم كان برا، ساعة البدو قالوا سكتوا، هلأ فل الحكم، لحق بقى. اللي هلكنا نحن كمسيحيين هو الطائف، ما في شي غيره، مش البارودي ولا المدفع ولا إسرائيل ولا سوريا. الطائف هو اللي هلكنا كمسيحيين، الطائف هو اللي هجرنا. نعم،
وقت لجا ميشيل عون لأنه كان قادر يقوم بالدولة، عملوا له الطائف حتى ما يقوم بالدولة. هذا المسلسل بعده ماشي لهلأ، ما تخمنوا لعب أولاد أبداً، بس كل عباية مهترية بلبسوها لميشيل عون. بين إيران وتركيا، إيران أين يرتاح المسيحي أكثر؟ إيران، لأنه تركيا حكمتنا 400 سنة ولو بصر لها تسلخ لنا جلدنا لهلأ ما بتقول لا. أنا تركيا حكمتني 400 سنة وموتني الجوع جمال باشا، ما بغفر له إياها لو عشت 1000 سنة. بدعي إلى مقاطعة تركيا ومقاطعة بضائع تركيا وبدعي إلى عدم السفر إلى تركيا. لأن الدولة أكلتنا وبدأت أكلنا.